السلام عليكم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفحص جاهزيته للحرب. أضخم مناورات داخلية في محاكاة حرب خارجية. تدريبات شاملة على مواجهة حرب غير تقليدية تثير قلقاً بين المستوطنين وسكان الحدود من حرب مقبلة. نتنياهو وباراك يزعمان بأنها روتينية وليست حربية. توتير إسرائيلي في زمن التحولات. تحول 4 وطبول الحرب الإسرائيلية موضوع المحور الأول من تحت الضوء. بدأ الكيان الإسرائيلي أمس الأحد أضخم مناورات عسكرية لفحص جاهزية ما تسمى الجبهة الداخلية في مواجهة حرب شاملة على مختلف الجبهات تحاكي سقوط آلاف الصواريخ والقذائف على مدن الكيان من سوريا ولبنان وإيران وقطاع غزة. المناورات التي أطلق عليها نقطة تحول 4 هي الرابعة على التوالي منذ ما بعد حرب تموز يوليو وآب أغسطس 2006 على لبنان، ومن المقرر أن تستمر 5 أيام حيث ستبلغ ذروتها يوم الأربعاء المقبل عندما تطلق صفارات الإنذار في كل أرجاء كيان الاحتلال لتلزم السكان بالدخول إلى الملاجئ لمدة 10 دقائق، كما سيتم إجلاء مئات آلاف المستوطنين إلى مناطق أكثر أمنا كما يتصورون. المناورات تشمل أيضا التدرب على مواجهة هجمات صاروخية تقليدية وغير تقليدية تطول البنى التحتية الإسرائيلية، من ضمنها تعرض قطاع الاتصالات والإنترنت للانقطاع، إضافة إلى احتمال تعرض شبكة الحواسيب التابعة لجيش الاحتلال لهجوم من شأنه أن يشلها. حجم المناورة ونوعية التدريبات أثارا جدلا داخل الكيان بين قائل بضرورتها الحربية ومن يرى فيها مثارا للذعر ومضيعة للجهد والمال، ما دفع برئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته إلى محاولة تبديد قلق المتوجسين من اندلاع حرب شاملة بالزعم أن المناورات روتينية ومخطط لها منذ زمن وهي ليست نتاج تطورات أمنية غير اعتيادية. مشاهدينا، عن هذه المناورة وأبعادها وتداعياتها أرحب من بيروت بالخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور عباس نصر الله، ومن الناصرة الخبير بشؤون الإسرائيلية السيد رمزي حكيم، وعبر الهاتف من الأردن الباحث بشؤون الإسرائيلية السيد حلمي الأسمر. أرحب بضيوفي. أبدأ معك سيادة العميد، بداية ما هي الرسائل التي أراد الكيان الإسرائيلي إرسالها من خلال مناورات 4 أو مناورات تحول 4؟ من وجهة نظر تقنية، المناورات هي تتويج لمرحلة التدريب، وطبعا هذه المناورات لها أبعاد قد تكون عدوانية، لأن جيش كالجيش الإسرائيلي قائم على الاحتياط. نعم. ان مرحلة التدريب هي يعني تسبقها رفع الجاهزية بحيث يتم استدعاء الاحتياط وتدريبه وتسليحه وتسخيره، ومن ثم تتوج بالمناورة. والمناورة عادة وعبر التاريخ قد تنتقل الى هجوم او عدوان على دولة عبر مخططات مسبقة موضوعة سابقا. ولعل مناورات إسرائيل الرابعة أو نقطة تحول 4 هي للسنة الرابعة على التوالي، سبقتها مناورات أخرى، وفي على سبيل المثال نقطة تحول 3 السنة الماضية والتي سبقها ضربات جوية إسرائيلية حاكت في مسافتها، المسافة بين إسرائيل وبين طهران 1800 كيلومتر، ذهبت هذه الطائرات إلى مسافة إلى مماثلة إلى مضيق جبل طارق وعادت. نعم. وتزودت بالوقود جوا وحاكت العملية ضرب المفاعلات النووية. نعم. إذن سيادة العميد، هذه المناورة وغيرها من المناورات التي سبقتها تحاكي دول الممانعة وقوى الممانعة في المنطقة. اسمح لي أن أنتقل إلى الناصرة لأرحب بالسيد رمزي الحكيم الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد رمزي، لماذا هذه المرة يعني على عكس المرات السابقة أبدى الداخل الإسرائيلي قلقا من هذه المناورة، من مناورة تحول 4؟ يعني إسرائيل تتعامل مع هذه
المناورة في سياق التحضير التجهيز لما هو آت، بمعنى أن وزير الحربية الإسرائيلي إيهود باراك أعلن بشكل واضح أن هذه المناورة ستساهم في زيادة مدى الجاهزية الإسرائيلية لأي تطور محتمل، وهذه أكثر من إشارة. يعني إسرائيل منذ فترة تجهز نفسها لإمكانيات حرب على عدة جبهات، إن كان من على الجبهة الفلسطينية أو إن كان على الجبهة الشمالية اللبنانية، وحرب إقليمية، وهي دائما تزج بإيران في هذه المسألة. وواضح أن إسرائيل هي من خلال تصريحاتها هي معنية في عدم الوصول مع إيران إلى أي حل سلمي حول ما يسمى بالملف النووي، إنما تريد حسم هذا الأمر عسكريا. وهي بالتالي كل ما يجري الآن على أرض الواقع هو مرتبط بهذه المسألة. طيب. اسمح لي أن أنتقل أيضا لنسمع وجهة نظر السيد حلمي الأسمر الباحث بشؤون إسرائيلية عبر الهاتف من الأردن. سيد حلمي، يعني إذن لربما يهرب الكيان الإسرائيلي من تخبطه الداخلي والخارجي نحو حرب في المنطقة، هل يمكن ذلك في هذا التوقيت لإعادة إنتاج خريطة التوازن أو التوازنات على مستوى الفرص والتهديدات؟ يعني أنت أصبت كبد الحقيقة في بعض جادة الجوائز اللي تفضلت فيه. نقطة تحول أربعة أنا أقرأها في الجانب النفسي. أولا هي يعني بالنسبة لعدد السنوات هي أخذت الرقم أربعة، لكن أنا أقرأها في معنى مضمر داخل الاسم، انه في اربع اخطار تتهدد الكيان الاسرائيلي: قطاع غزه، لبنان، سوريا، لا. وايران. وهي الملاحظه هنا انها المناوره الاكبر في تاريخ الكيان. هذا شيء مهم جدا، له علاقه ببعث رسائل للداخل والخارج. نعم. بالنسبه للداخل، الداخل الاسرائيلي إن على صعيد المجتمع أو على صعيد الكيانية العسكرية تضررت قوة الردع، ما يسمى بقوة الردع في إسرائيل على نحو غير مسبوق من يعني بعد حرب 2006، حرب غزة 2008. يعني إذا هل تقصد هي رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي بأننا أو أجهزة الكيان الإسرائيلي تمتلك القدرة على مواجهة التهديدات؟ هذا جانب. لو سمحتي لي في مسألة غاية في الخطورة في الكيان الإسرائيلي، هناك قصيدة شهيرة اسمها الحرب القادمة. نعم. الحرب القادمة في إسرائيل نفسيا يجب أن تبقى ماثلة في عقول جميع